كنت فين يا رؤية؟ رؤية عوض، ما انا قلت لك الصبح ان عندي شغل مع مدام فات. وبعدين انت يا اخويا كل يوم هتسالني رايحه فين وجايه منين؟ ومين النطعه اللي ركبتي معاه العربيه يا رؤية؟ عربيتي؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ عيني عيني يا رؤية اللي قالت لي. ده سواق مدام فات، ما هي كل يوم بتبعتولي الصبح، انت فكرك يعني انا بروح لها بالمواصلات؟ كل يوم بيبعتولي بروح معاه. ده استعبط يا بت، ده منظر سواق. في ايه عوض؟ ده بيه. اوعى وعوض في الشارع. ايه اللي جايبه هنا؟ كان من بعيد اهلك. والنبي يا اخويا سيبني والنبي، سيبني وانا هقولك، هقولك والله العظيم هقولك يا عوض، هقولك. اديني سبت. عايز منك ايه البيه؟ ده منتج كبير هينتج لي فيلم وعايز يتجوزني. وانا هشهد لكم على العقد. اه يا عوض عايز يتجوزني، ما انت عارف خلاص ان انا مش طايقه العيشه معاك. وبعدين خلاص هكلمه وشوف لك عشان تشوف مستقبلك وتشوف حالك، وانا كمان يا سيدي اشوف حالي. ده انا خروف بقى، خروف. خروف. انت بتجرأني؟ خروف انا. بتقرميني يا عوض؟ سيبني يا عوض. بتقرميني يا رؤية؟ سيبني يا عوض. سايب لك السيف في السيف. خروف انا. ها قومي قومي يا عوض. يا لهوي سيبني يا عوض. غلطتي انا يا رؤية. سيبني يا عوض. غلطتي سبتك السيف في السيف يا رؤية. يا نهار. بس انا هصلح الغلط. سيبني يا عوض. ونور ربنا ده مش هتشوفيه تاني، مش هتشوفيه تاني يا رؤية. طب وحياة امك لو اوريك يا عوض، وحياة امك بقى سيبك. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.